في الحقيقة يعني منذ 2012 الحكومات المتعاقبة معناتها عمرها ما كانت فرضياتها للميزانية الأصلية معقولة ولا متناسقة مع تقلبات الأوضاع تقريبا ولا تعادة. والحال أن الموضوع الميزانية التكميلية هو استثناء معناتها في كل بالنسبة لكل الدول اللي معناتها تقوم بفرضيات معناتها تتناسق مع الوضع مع سعر الصرف مع المحروقات سعر البترول إلى غير ذلك. ولكن في بلادنا من بعد الثورة اللي من المفروض الأمور تكون واضحة أكثر تقطع مع السياسات القديمة فما وجهة وأولويات واضحة نورمال ما ثورة قامت على أسس معناها معلومة مطالبة بالتشغيل مطالبة بالعدالة الاجتماعية بالنسبة للتنمية إلى والعدالة الاجتماعية واضح اللي الحكومات المتعاقبة واصلت في نفس الناش وارتبكت باعتبار اللي بالطبيعة ما عندهاش نفس الآليات الحكم بسرعة.